السلام عليكم أعزائي الطلاب. في الجزء الخامس شرحنا لكم مثال معين اللي هو كان مثلث، وأردنا إيجاد تكامل هذه المعادلة على المنطقة المثلثة. طبعا المنطقة المثلثة حسب ما بين من حدود التكامل. المطلب الآخر، حلينا الجزء الأول. المطلب الثاني اللي هو solve the integral by changing the order of integration، اللي هو شلون تحل السؤال عن طريق تغيير حدود التكامل. طبعا في البداية احنا رسمنا الشكل من خلال حدود التكامل. هذه حدود لما هنا اكس تساوي 1 رسمنا خط عمودي، ولما اكس تساوي 4 ناقص واي هذا خط مائل سلوب. اوكي سقطنا، وبعدين عندنا حدود الواي استفادنا عندها لما واي يساوي 0، هذا واي يساوي 0 لما واي يساوي ايضا 3 سقطناها، كان عندنا هذا المثلث. من كملنا بالبداية اول مرة حسب ما منطينا بالسؤال بالنسبة للاكس، كملنا اذا سوينا خط افقي يدخل المنطقة بمعادلة x تساوي 1 يخرج ب x تساوي 4 ناقص y. هسه لما نريد نغير حدود التكامل ونحل المفروض يطلع نفس الانسر اللي هو 27 على 2. فخلينا نشوف شلون راح يكون الناتج. نفس المثال ايش راح يكون؟ نفس المثال نفس الشكل، من رسمنا خطوط المنطقة من خلال حدود التكامل وليس من خلال المعادلة المعطاة داخل التكامل. اوكي؟ فنرسم خط عمودي راح يدخل المنطقة بيا معادلة. هسه راح يدخل from the bottom to the top مثل ما اخذنا بصف الاول بالرياضيات. راح يدخل المنطقة في المعادلة y، لان راح نكامل للواي اول مرة. اذا حدود التكامل بالنسبة للواي اللي هي المتغيرة ما بين هنا أنا معادلة هذا اللاين y يساوي صفر، ويخرج معادلة هي y تساوي شنو؟ مو كان عندي x 4 ناقص y، هسه نبدلها خلي y بالجهة اليسار والx بالجهة اليمين، شو تصير؟ y تساوي 4 ناقص x. اذا حدود الواي ما بين الصفر دخول والخروج ليفز يغادر بمعادله 4 ناقص x. حدود الاكس شنو هي؟ كل الخطوط العموديه من بدايه الشكل الى نهايه الشكل. هسه بدايه الشكل شنو عندي؟ عندي بدايه الشكل هو هذه الاكس اللي ايش قد قيمتها ثابته، المفروض هنا تكون x تساوي 1. نهايه الشكل شلون اعرف قيمه الاكس؟ انا عندي معادله y تساوي 4 ناقص x. هنا في هذه النقطة هي نهاية الشكل، لما عندي قد قيمة الواي صفر في هذه النقطة، أبعد نقطة بالنسبة للإكس اللي هي واي تساوي صفر from the left to the right. فلما واي صفر 4 ناقص إكس تساوي صفر، إذا الإكس تساوي 4، ومعناها إذا الخط العمودي إكس يساوي 4 الوهمي. فإذا حدود الإكس ما بين الواحد هذا الواحد وما بين الإكس تساوي 4. أوكي مثل ما واضح قدامكم مثل ما تشوفوا. اوكي شباب هسه عندنا نشوف احنا هذه هنا بين الاكس تساوي 1 الى اكس تساوي 4. زين نكتب نفس المعادله، تكامل دي واي حدود الواي من الصفر ل 4 ناقص اكس. راح نكامل بالنسبه للواي، الاكس ثابت، فالاكس في ثابت كونستنت ما لنا علاقه به. تكامل هذا المقدار هو اكس في واي زائد تكامل الواي واي تربيع على 2. راح نعوض مره الواي كل واي نعوضها 4 ناقص اكس ناقصا الحد الادنى اللي هو لما واي صفر اللي هو راح يصفر اصلا. راح نعوض 4 ناقص اكس هنا زائد 4 ناقص اكس مكان الواي الكل تربيع على 2. تفتح الاقواس وتختصر المتشابهات، هاي 4 اكس تروح من عندها 4 اكس، وهنا سالب اكس سكوير زائد اكس سكوير على 2 تصير بالنهايه 8 ناقص اكس سكوير على 2. معادله بالنسبه للاكس فقط، بعد ماكو شيء نثبته. التكامل النهائي لازم يكون حدود التكامل كونستنت، هي قيم ثابتة values وليست متغيرة. نكامل بالنسبة لـ x 8 x ناقصا x تكعيب على 6. ليش؟ لأنه x تكعيب على 3 في 2 تصير x تكعيب على 6. نعوض مرة 4 على 1 يطلع نفس الناتج اللي هو 27 على 2. وتأكدوا من الحل، حلوا السؤال مرتين بالبيت. أنت من تكامل بالنسبة للـ y تاخذ خط عمودي، وحدود التكامل بالنسبة للـ y الدخول والخروج، والاكس هي كل الخطوط العموديه من بدايه الشكل الى نهايه الشكل. اذا اردنا كامل بالنسبه للاكس اول مره فراح ندخل من اليسار الى اليمين. حدود التكامل بالنسبه للاكس اوكي راح تكون هي المتغيرات. حدود التكامل بالنسبه للواي اللي هي الحدود النهائيه راح تكون كل الخطوط الافقيه من بدايه الشكل الى نهايه الشكل. واضحه شباب؟ هسه راح ننتقل الى المثال الاخر. هذا المثال بيفيد فكره حلوه. الفكره شنو هي؟ انه انا عندي شلون استنتج حدود التكامل. اوكي او شلون استنتج الرسم من حدود التكامل. solve the following integral، التكامل التالي اللي هو عندي تكامل شنو هذا؟ يعني معطيني تكامل، تكامل داله ايا كانت الداله x y dy dx. حدود التكامل شوفوا انتبهوا علي، هنا انا عندي اني
منطيني اول شيء ديوا، يعني انت اذا حدود التكامل الداخليه هي المن، هي حدود الواي، يعني واي بين الصفر والاربعه على اكس، معادله 4 على اكس هي معادله كيرف. اوكي شلون نرسمها؟ سرح نفسها. وحدود التكامل دي اكس، حدود الاكس هي الخطوط العموديه من 3 ل 5، يعني اكس بين 3 و 5. هسه احنا نريد نرسم المعادله، طبعا نقدر نكامل بصوره مباشره، نقدر هسه نكامل احنا، بس من ذاكر لي ريفرس ذا اوردر اوف انتجريشن اند سولف، يعني اقلب حدود التكامل وحل هذا السؤال. فلازم انا شو اسوي؟ لازم استبدل حدود التكامل، وما ممكن استبدلها بصوره مباشره، يعني تستبدل الداخلي بالخارجي والخارجي بالداخلي. خلينا نفكر شلون راح نرسم هذا الشكل. اوكي نصور هاي الاحداثيات، نجي عندنا نصور عندنا في الكيرف اللي هو واي، قلنا بين الصفر، واي تساوي صفر، هسه نجي عليها بعد شويه، واي تساوي 4 على اكس. هذا شلون نرسمه؟ هي معادله خط مائل، لما الاكس صفر الواي ايش قد؟ الواي انفينيتي، 4 على صفر انفينيتي، ولما الواي صفر الاكس انفينيتي، وكل ما تزداد الاكس كل ما تقل قيمه الواي. لاحظوا هسه لما ناخذ واي تساوي 4 على اكس، هسه اكتب لكم اياها هنا المعادله، مثلا هنا واي تساوي، كبر الخط شويه، اوكي واي تساوي 4 تقسيم اكس، اوكي واي تساوي 4 على اكس. هسه خلينا نفرض على زد، مو مشكله، واي تساوي 4 على اكس. فشوفوا لما اكس 1 واي 4، لما اكس 2 الواي 2، لما اكس 3 4 3، زدت كل قيمه الواي كل ما تزداد قيمه الاكس. اذا هو خط مائل، تقدر انت من خلال رسم الدوال تعرف شلون هذه الرسم راح ترسمه. زين نجي نريد نرسمه هسه هنا، تصور هو راح يكون بالشكل التالي تقريبا. اوكي هذا الكيرف تقريبا، يعني نقدر نصوره بهذا الشكل. زين بعد شنو عندي؟ عندي قيمة من السؤال دي يقول لي واي يساوي صفر، اذا واي يساوي صفر هي هذا الخط اكو هنا، واي يساوي صفر. زين بعد عندي واي اكس، قيم الاكس من السؤال، قيم الاكس بين الثلاثة والخمسة، يعني اكس تساوي ثلاثة هو خط عمودي، اكس تساوي ثلاثة، خلينا نصور هسه هذه واحد اثنين ثلاثة، هنا ثلاثة مثلا. اوكي واكس تساوي 5 هنا، وهذا عندي هنا واي يساوي 0. وين صار الرسم؟ بين الواي يساوي 0، واي تساوي 4 على اكس، اكس تساوي 3، اكس تساوي 5. نجي هسه نقدر هذا الرسم نقدر نوضحه ايضا. المنطقه وين راح تكون عندي الاريا؟ هي كل هذا الشكل، راح تكون هذه هي الاريا. خلينا نكبره، لاحظوا هسه هنا صار عندنا هو هذا الشكل اللي المفروض يظهر عندي المساحه او المنطقه الحدود التكامل. هذا واي يساوي 4 على اكس، هذا واي يساوي 0، اكس تساوي 3، اكس تساوي 4. هسه تكاملنا احنا شنو راح يكون؟ تكاملنا منين؟ التكامل مالتنا من ال دي واي دي اكس. اذا لازم عندي خط عمودي، انا استنتج عندي خط عمودي يدخل الشكل بواي يساوي 0 ويخرج بواي يساوي 4 على اكس. فهنا اني from the bottom to the top، هو من خلال منطوق السؤال اعطاني هذا الشيء. طبعا مشابه لهذا الرسم نفسه راح يكون هو عباره عن هذا الشكل. هسه نجي عليه بعد شوي. فاذا انا عندي هذا الرسم راح يكون الخط العمودي يدخل بواي يساوي صفر ويخرج بواي يساوي 4 على اكس. هو منطيني اياه، بس احنا الرسم نستفاد من عنده اذا نريد نقلب حدود التكامل او نريد نوجد ايضا يعني القيم الاخرى لحدود التكامل. هسه راح اجي اكامل مثل ما منطيني بالسؤال، وبعدين اعود احقق المطلب الثاني للسؤال. مثل ما منطيني بالسؤال اباوع، انا ما عندي مشكله دخول وخروج بمنطقه واحده، الدخول كله بمعادله واي صفر والخروج كله يعني غادر المعادله الواي باربعه على اكس. اوكي؟ اذا هاي المعادله راح اكاملها بالنسبه للواي، الاكس اثبته فتصير اكس في واي تربيع على 2، اعوض مكان الواي 4 على اكس وصفر حسب التعويض. اكس في 4 على اكس الكل تربيع يصير 16 على اكس تربيع الكل على 2، ناقص عن صفر طبعا يروح، فهذه راح تروح الاكس في الاكس يبقى 8 على اكس، 16 في 2 8 على اكس، تكامل 8 على اكس، 8 خارج التكامل يعني كانما كونستنت، كانما نكامل 1 على اكس دي اكس اللي هو شنو؟ شنو الداله اللي مشتقتها 1 على اكس؟
يعني الداله بالمقام المشتقه بالبسط اللي هي لين لن الاكس. هسه لن الاكس اوكي راح اكاملها من الاكس يساوي 5 الى اكس يساوي 3، تصير لن 5 ناقص لن 3. وتعرفون خاصيه اللين بالطرح انه يكون لن الاول لن مقدار على مقدار هو لن الاقدار البسط ناقصا لن المقام، تصير 8 لن 5 على 3. هذا 8 الكونستنت اللي خليناه خارج التكامل. هذا المطلب الاول. المطلب الاخر اللي يراد بالسؤال اذا اردنا نستبدل ريفرس ذا اوردر اوف انتجريشن. طبعا هذه قلت ارجع واقول هي لغرض الفائده انه اقول لك ريفرس، واضح؟ عاده السؤال مثلا يجيك بهالصيغه ما اقول لك سولف ذن ريفرس، لا اجيب لك سؤال اقول لك مثلا ريفرس، او السؤال يجيك بهالشكل اقول لك سولف. فانت لا تستبدل حدود التكامل الا اذا مطلوب من عندك استبدال حدود التكامل، او اذا ما مطلوب من عندك وشفت التكامل صعب ايضا تقدر تستبدل حدود التكامل وتحل. واضح شباب؟ اذا عندي هسه انا راح اجي شنو اسوي؟ راح استبدل حدود التكامل. شنو يعني استبدل حدود التكامل؟ يعني مكان ما اخذ خط عمودي راح اخذ خط افقي. اوكي طبعا هاي محاضره امثله على مود استفادوا منها في المناقشه اليوم غد الثلاثاء ان شاء الله من الساعه 9 الى الساعه 11 بالنسبه للدراسه الصباحيه، ومن الساعه الثانيه الى الساعه الرابعه بالنسبه للدراسه المسائيه. في مستفاد في مناقشه الاسئله بخصوص موضوع الدبل انتجريشن. هسه انا اريد اكامل بالنسبه لمن هسه اذا نستبدل حدود التكامل، يعني مو كامل تقول دي واي دي اكس، راح نقول دي اكس دي واي. فمن نقول دي اكس بعد ما يصير ذني حدود التكامل تباع عليهم، تجي تباع على الرسم. من اقول دي اكس يعني راح اخذ خط افقي يدخل الشكل ويخرج من عنده بمعادله. خليني باوع زين هنا بالشكل. اذا الدخول كله معادلته شنو؟ اكس يساوي 3. لكن الخروج هو هل نفس المعادله؟ بالطبع لا. شوف هنا ده يخرج المعادله اللي هي شوفوا هي مو واي يساوي 4 على اكس، فاستبدلهن تصير اكس تساوي 4 على واي. اذا هنا الخروج باكس 4 على واي. لكن هذه نقطه التحول انفليكشن خلينا نقول تحول الشكل. هنا في هذا الجزء من الرسم هو خروج، صح خروج، بس شنو معادلته ايش قد؟ اكس تساوي 5. اذا عندي دخول واحد وخروج منطقتين، وبالتالي ما ممكن اعتبره اذا اكس بين الثلاثه وهاي المعادله او اكس بين الثلاثه والخمسه، لا، وانما من اشوف عندي الدخول منطقتين وخروج منطقه او دخول منطقه وخروج منطقتين، معناها تتبعون على كلام، معناها لازم اقسم الشكل الى منطقتين. شلون؟ حسب هذا الرسم. انا نفس المنطقه هسه شوف نفس السؤال. معناها اجيت من اريد اخذ هسه هاي الخطوط، راح شو اعتبر انا هسه عندي؟ هاي منطقه اولى وهاي منطقة ثانية. وهنا ايش راح يكون عندي؟ هذا الدخول الأول، هذا شوف هنا هذا السهم، وهذا الدخول المنطقة الثانية، أو عندي هاي الـ R1 وهاي الـ R2. نقدر هيك نسوي يعني هنا هذه عندي R1 R1 أوكي، هاي المنطقة الأولى، أو بالعكس خلينا نقول هاي الـ R1 وهاي عندي اللي هي R2 R2. هذه هي المنطقة الثانية. ليش منطقتين؟ لأن كل منطقة لازم الدخول والخروج مالتها كونستنت. شوف هسه هنا صار عندي الدخول معادلة X تساوي 3 والخروج بمعادلة X تساوي 4 على Y. هنا الدخول معادلة X تساوي 3 والخروج بمعادلة X تساوي 5. إذا قسمت الشكل إلى منطقتين مثل ما أخذنا بالألجبريك بروبرتيز بداية الموضوع. وبالتالي هسه إذا نرجع لمثالنا، من قسمت الشكل اني الى منطقتين راح يكون عندي هذا الرسم. لاحظوا عندنا هذا الرسم. نقطة الانقسام اللي صارت عندي هنا، وين صار الانقسام؟ يا نقطة اكيد لما اكس تساوي 5 اللي هي التقاطع، من اقاطعها ويا المعادلة اكس تساوي 4 على واي، يعني واي يساوي 4 على 5. ففي هذه النقطة الواي ايش قد؟ الواي 4 على 5 هي نقطة التحول. فاني عندي بالنسبة للمنطقة الأولى اكس يدخل بثلاثة ويخرج بخمسة لهذا المستطيل، الشكل اللي هو صفر طلع مستطيل. أما قيم حدود الواي، واي بين الصفر إلى هذه النقطة اللي هي نقطة التحول للشكل الآخر، فما لنا علاقة بالشكل الآخر، احنا علينا في هذا الخط. حدود الواي هي كل الخطوط الأفقية من الأسفل إلى الأعلى. كل خطوط من بداية الشكل إلى نهايته اللي هي من إكس تساوي واي تساوي صفر إلى واي تساوي 4 على 5. للمنطقة الثانية نجي الدخول الاكس، مو راح نكامل الاكس، دخول باكس تساوي 3 الخروج باكس تساوي 4 على واي، والواي قيم الواي حدود الواي هي كل الخطوط الافقيه من هذا الخط اللي هو 4 على 5 الى هذه النقطه اعلى نقطه بالشكل. هذه ايش قد قيمتها؟ لو تلاحظون هنا اكس يساوي 3 سقطها تتقاطع ويا الكيرف، اعوض قيمه 3 للكيرف تطلع الواي
4 على 3. اذا انا عندي هاي النقطه هي او حدود الواي بين 4 على 5 الى 4 على 3. بعدها راح اجي اذا اقول التكامل هو عباره عن شنو؟ الدبل انتجريشن هو تكامل لمنطقتين. تكامل هو تكامل منطقتين، مو تكامل منطقه واحده. تكامل المنطقه الاولى اكس واي نفس المعادله مال الفانكشن اللي عندي اكس واي دي اكس دي واي من 3 ل 5 حدود المستطيله، يعني حدود الواي من 0 ل 4 ل 5، زائد نفس المعادله دي اكس دي واي لكن المنطقه الثانيه. اذا صار عندي تكامل لمنطقتين اذا اخذت التكامل بالنسبه للاكس. اوكي، من التكامل راح تكامل بالنسبه للاكس تثبت الواي يصير الاكس اكس تربيع على 2. هنا مجرد بس التعويض راح يختلف، بالنهايه راح نشوف التعويض كل وين تعويضه شكل. بعدين تكامل بالنسبه للواي هنا هنا تختلف المعادله تصير لان الواي 9 على 2 واي تربيع يعني في على 2 تصير 9 على 4، وعوض حدود التكامل كل واحد له بالنسبه للواي، بالنهايه راح يطلع نفس الناتج. شكرا جزيلا لكم.